اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الحي القيوم. السؤال: هل يجوز مراسلة الأجنبيات عن طريق الأنترنت للتعرف والزواج؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه لأهل الدين. أما بعد، فالمراسلة مع المرأة الأجنبية والمكالمة معها ولو بحجة التعرف أو دعوى الزواج غير جائزة شرعا، سواء بالوسائل العادية أو عبر الإنترنت، لما في ذلك من فتح باب الفتنة وتوليد دوافع غريزية تبعث في النفس حب التماس سبل اللقاء والاتصال، وما يترتب على ذلك من محاذير لا يصان فيها العرض ولا يحفظ بها الدين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ذلك لأنه مهما احترز من الشيطان وعداوته له في موضع المفسدة فإنه يوقع في المحظور بإغرائه بها وإغرائها به. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذا والأصل وجوب إبعاد مفسدة الفتنة والإثارة، ودرءها مقدم على مصلحة التعرف والزواج، عملا بقاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إخوانه إلى يوم الدين، سلم تسليما.